السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاهم، هدف استراتيجي لتحقيق ربح 10 مليون اضافي ولا هدف تحسين سعادة العملاء بنسبة اضافية 5%؟ سؤال في قلب عملية التخطيط الاستراتيجي، وهنتكلم النهاردة عن تقنيات تحديد الاولويات سواء للاهداف الاستراتيجية، لمتطلبات المشروع، لمكونات سجل الاعمال او لغيرها من الاعمال اللي بتتطلب تحديد أولويات. كل طرق تحديد الأولويات لازم تبدأ بتعريف الأهداف والمزايا والخصائص المكونة للعملية. أول طريقة هنتكلم عليها هي تحليل المقارنة المزدوجة (Paired Comparison Analysis). وفيها بنوصل لقرار عن طريق مقارنة كل عنصرين مع بعض. خلونا نشوف مثال. عايزين نحدد إيه أولوية الإصدار في النظام التشغيلي للموبايل من الأربع خصائص التالية: ألف أمن المعلومات، ب جودة الكاميرا، جيم حل مشكلة في الإصدار السابق، د تحسين سرعة الجهاز. بنكتبهم في الجدول زي ما احنا شايفين، أفقي ورأسي علشان نقدر نعمل المقارنة. وبنظل الخلايا اللي مش هنستخدمها لأننا مش هنقارن الخاصية بنفسها ومش هنكرر نفس المقارنة. وبعدين نقارن كل اتنين مع بعض ونكتب الأهم في الخلية، مثلا ألف أهم من ب وألف أهم من جيم، لكن د أهم من ألف، وهكذا. الخطوة اللي بعدها وهي بندي دقة أكتر للمقارنة ونوضح مدى الأهمية، يعني بنكتب واحد لو أهم وبنكتب ثلاثة لو أهم جدا، ونقدر على الأساس ده يكون عندنا قيمة لكل خاصية. بناء على تجميع النتيجة بنقدر نحدد الأولويات للعملية أو الإصدار ده بناء على الأهمية. في تمبلتس في الإكسل بتسهل عملية الاختيار والحساب واستخراج النتيجة، وبنقدر نطور نموذج خاص بينا بسهولة في الإكسل. اكتبوا لي لو عايزين إن احنا نوضح أكتر أو نتكلم أكتر على النقطة دي. الطريقة التانية هي الميت نقطة 100 points method. هنتكلم عن نفس الأربع خصائص وهندي المعنيين الرئيسيين المين ستيك هولدرز كل واحد 100 نقطة، ونقول لهم يوزعوها على الخصائص طبقا للأهمية من وجهة نظره. هنتأكد ان مجموع كل عمود هو 100، ونجمع عدد نقاط كل خاصية في الصف، وبكده نقدر نقرر الأولويات. لو مجموع نقاط لخاصيتين قريبين من بعض نقدر نكرر العملية ما بينهم بس، ونحدد الأولوية بوضوح أكتر. ممكن تحديد الأولويات بالطريقة دي يكون من العميل بس، لكن مع وجود معنيين فاهمين العملية والمهمة بيقدروا إن هم يشوفوا من وجهات نظر مختلفة، وبتكون للتحديد أدق، ودي من الطرق السهلة واللي بتحقق نتائج جيدة. الطريقة الثالثة هي نموذج كانو موديل. النموذج ده مبني على درجة رضا العميل، وبيحدد التفضيلات والأولويات في 5 فئات، هما ميزة، واجبة أو أساسية، مصبي والعميل بيتوقعها كأمر مفروغ منه، وميزة أداء one dimensional وبتكون سبب رضا العميل لو حصلت وعدم رضاه لو مش موجودة، وميزة إضافية جذابة attractive or delighter وبيسعد العميل وجودها، إنما لو مش موجودة بل تؤدي إلى عدم رضاه، وميزة غير فارقة indifferent زي ما اسمها بيقول مش فارق وجودها من عدمه، وفي الحالة دي بيفضل عدم وجودها، وميزة عاكسة reverse يعني لو موجودة بتؤدي لعدم رضا العميل. بياخد نموذج كانو في الاعتبار تغير توقعات العملاء مع مستوى الأداء من المنتجات المنافسة. ممكن تتنقل التوقعات من حاجة إضافية أو delighter إلى حاجة أداء performance need أو one dimensional، وبعد كده بتكون حاجة أساسية أو basic need أو must be، أو زي ما في عالم التميز بيقول اتحولت من competitive advantage إلى competitive necessity. على سبيل المثال استمرار بطارية الموبايل لمدة 12 ساعة لما حصل في 2009 بقى كل إصدار جديد من الموبايل بيحاول يوصل له، وحولت توقع عمر البطارية إلى 12 ساعة من حاجة أداء إلى حاجة أساسية. لو كل واحد فينا بص الموبايل الخاص بيه هنقدر نكتب المزايا والخصائص اللي فيه بناء على ال5 فئات في نموذج كانو، وده بيكون مساعد على التحسن المستمر. اكتبوا لي في الملاحظات لو حابين نتوسع أكتر في شرح وأمثلة لنموذج كانو. الطريقة الرابعة والأخيرة لتحديد الأولويات اللي هنتكلم عليها النهاردة هي طريقة موسكو. موسكو هي اختصار ويمثلها الحروف MSCW، واللي بترمز إلى must وهي المزايا اللازم تواجدها، should وهي المزايا التي يفضل تواجدها، could مزايا نقدر نعملها ومرغوب فيها لو الوقت أو الموازنة تسمح، want هي المزايا والخصائص الغير هامة وقررنا إننا مش هنعملها خلال المشروع الحالي. وهي من أبسط طرق تحديد الأولويات ونجاحها بيعتمد على مشاركة ومعرفة المعنيين، وليها شهرة كبيرة في الأجايل براكتس. وإحنا بنحدد الأولويات لازم ناخد بالنا من فرس النهر أو بالمصري سيد قشطة، الهيبو. وهنا الهيبو مش الحيوان الجميل ده، ولكن اختصار مصطلح Highest Paid Person Opinion أو رأي صاحب أعلى راتب، عادة المدير، بمعنى أن بعض من الفريق عند اتخاذ القرار
بيستنى رأي المدير الأول ويشوف هو هيختار إيه ويختار زيه، وده للتغلب عليه بيتطلب وعي من المدير ومن الفريق. طرق تحديد الأولويات كتير، وفي طرق تانية ممكن نتكلم عليها في المستقبل إن شاء الله، زي رايس RICE والكوست versus delay والفاليو versus effort. واحد من أهم تطبيقات طرق تحديد الأولويات هو سجل الأعمال Product Backlog عند تطبيق الأجايل أو السكرام. كل طريقة ليها مميزاتها وعيوبها، ونقدر نطبق الأنسب لينا من الطرق دي بناء على المعنيين، الوقت، درجة الدقة، وطبعا بنقدر نستخدم الطرق دي لزيادة الترابط بين الفريق وإحساسهم بالمسؤولية والقبول والمشاركة، يعني بنحقق الباي إن. ونتقابل تاني قريب إن شاء الله.